مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. لقاءنا متواصل دائما، وغنمشيو مباشره ونرحبوا بالاستاذ محمد احليمي، اخصائي في التغذيه. صباح الصحه والسلامه وجمعه مباركه استاذي. شكرا سي سكينه، تحيه ليك تحيه لفريق العمل تحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. طيب اليوم معك غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي كيخص الدهون المهدرجه والخطورة على الصحه. انا بعدا اولا بغيت نعرف شنو هي هذه الدهون المهدرجه، لان هذا المصطلح كنسمعوه وانا بصراحه ما فهمهش. نعم، ربما انا من الناس اللي كنستعمل الزيت البلديه ما كندير شي حاجه اخرى، ولكن هاد الدهون المهدرجه وهاد المصطلحات نبغيو نقربوا منها اكثر ونفهموها. وهنا كتقول بانه عندها خطوره كبيره على الصحه، فنبغيو نتقربوا اكثر من هاد الامور. هو شوف، هو كمصطلح يعني ان شاء الله اولا يعني تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه المستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احنا باستمرار ان شاء الله الحلقات الحديث عن الدهون، والحديث عن تصالح مع العديد من المواد اللي احنا بحكم بزاف ديال الاعتبارات ولينا كنخافوا منها خوف غير مبرر، ماشي منها ولكن ما خصنا نفهموا منين خصنا نخافوا، وهذا الخوف ديالنا منين خصو يكون في الحقيقه. وهذا الشيء كنا هضرنا على علم الاعشاب. ان شاء الله هاد الحلقات كنهضروا على الدهون والماده الدهنيه والايدام. ف شنو هي الدهون المهدرجه؟ هذا السؤال اللي ربما بزاف الناس كيشوفوه مكتوب في العلب، مكتوب في العبوات، في العديد من العبوات. كاين تقريبا 90% من المواد اللي الناس كياخذوا فيها هاد الزيوت المهدرجه، وبالتالي مزيان نعرفوا المصطلح منين جاي. لكن قبل هكا وتعودنا اننا نعرفوا بعض المبادئ العامه اللي نكونوا عارفينها واللي كنلمسوها في الحياه ديالنا، يعني ماشي ضروري نكونوا كنعرفوا علم الكيمياء، ولكن اول حاجه نبداو بالملموس. ما هو ملموس؟ كنعرفوا الدهون تنقسم الى قسمين، دهون حيوانيه اصل حيواني كتكون قاصحه صلبه. ها الناس يقول لك الحليب، لا، الدهون ديال الحليب زبده، ملي كتمخضر كتخرج زبده. ها وكاينه دهون اللي هي نباتيه اللي كتجي من اصل نباتي، هذه كتكون سائله، دائما كتكون سائله. ها باش ننتقلوا حنايا، وهذه المساله هذه هي بيت القصيد. واليوم كنهضروا على الزيوت المهدرجه، وغنهضروا على لي مارغارين بالخصوص. باش تعرفوا لي مارغارين راه شي حاجه اللي ما كايناش في الطبيعه، وهي عباره عن تهور كيميائي في علم التغذيه، باش اننا نصاوبوا واحد المارغارين. وانا غنعطيكم منين كتصاوب وكيفاش كتصاوب وشنو المخاطر ديالها. ما عندها حتى شي منافع الا انك كتضيفها في الحلوى، وهذيك الحلوى اصلا لا حول ولا قوه الا بالله. فشنو هي الدهون المهدرجه؟ الله سبحانه وتعالى عطانا دهون صلبه في المصدر الحيواني، وعطى دهون سائله في المصدر النباتي. ففي ظل هذا الارتفاع الان دابا على الطلب، العديد من البرامج ديال الطبخ في العالم، العديد من القنوات في العالم اللي ولاو كيسوقوا اشباه الوجبات، لا علاقة لها بالوجبات استسمح، والله العظيم انا كنقول العديد من القنوات والله لتساهمون في صناعة المرض عند الانسان، وعندك واحد المسؤولية كبيرة بزاف غدا امام الله. باش نعطيو هذه الامور هذه، احنا عندنا ثقافتنا، كتلقاو شي قنوات، شنو انت عندك الدرع ديال اليوتيوب، ومن بعد عندك 4 المليون المتابعين و5 المليون المتابعين. شوف اليوم المتابعة ما بقاتش معيار، عصر التفاهه راه تقلبات الامور. واخا وسيروا شوفوا الكتاب ديال على عصر التفاهه، خرج كتاب رائع جدا في هذا الاتجاه هذا. فانا عندي دهون اصل حيواني كتكون قاصحه، دهون اصل نباتي كتكون سائله. في ظل محاوله انتاج حلويات ثمن بخس، كان ضروري يخرج واحد الحل. شنو بغاو هاد الناس؟ بغاو مادة الثمن ديالها رخيص وتستعمل تقنيا في تحضير الحلويات. شنو تم اختراع؟ ماشي اختراع، هو تهور كيميائي، هو استعمال الكيمياء في غير محلها، بحال عالم الأسلحة، هو علم تم استعماله في غير محله. هكا عاوتاني بحال التغيير الوراثي، بحال علم الوراثة. واخا فشنو دار؟ تم صناعة واحد المادة اللي خاصها تقنيا في الطياب وفي تحضير الحلويات خاصها تكون قاصحة،
ولكن الثمن ديالها رخيص. علاش؟ لانه يعني باش غيستعمل لك يصاوب لك الحلوه بالزبده، الزبده البلديه الحقيقيه، الزبده اللي هي لا اخلاقيا ولا علميا ولا قانونيا. باش تعرفوا المارغارين تمشيو تشوفوا الا لقيتو غتلقاو بنكهه الزبده، راه حتى قانونيا مستحيل تكتب زبده. علاش؟ لا قانونيا ولا اخلاقيا ولا علميا، باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه. فشنو كان ضروري اللعب بعالم الكيمياء باش يتصاوب زبده نباتيه، في حين ان هذا المصطلح في اللغه العربيه لا يوجد، ما كاينش شي حاجه سميتها زبده نباتيه. بعد مره كنستعملوا في التحضيرات، كنشوفوا بعض القنوات كتقول لك زبده نباتيه، هذا لا يوجد في اللغه العربيه، بحال حميه الكيتو، بحال الصيام المتقطع، بحال ما كاينش حاجه سميتها زبده نباتيه. لان الزبده اللي كنعرفوا حنايا المستمع كيعرف والناس كيعرفوا ان الزبده كتجي من المصدر الحيواني. اذا انا باش نصاوب وانا نعطيكم المحور ديال هادشي كامل، هما المواد البخصه، هما المواد الرخيصه، هو خصني نصاوب واحد الحاجه اللي هي الثمن ديالها ما غيطلعليش انا ديك الحلوه غاليه، ونبيعها انا ونربح واحد لي مارج يكونوا كبارين بزاف هوامش ديال الربح. شنو الدار؟ الدار ان خصنا نجيبوا الزيوت النباتيه من الكولزا، من هادشي راه الثمن ديالو بخص جدا، بخص خا، ونردو صلب. الزيوت النباتيه كنسميوها حنا دي زاسيد غرا ان ساتوري. شنو معناتها؟ غير مشبعه. داك اما مونو ان ساتوري او لا بولي ان ساتوري هي اللي خلاتها سائله. دونك ان ساتوري و ساتوري هادشي عنده علاقه بالهيدروجين والكربون. احنا دابا قربنا لذاك الكلمه اللي كنقلبوا منين جايه. منين قلبنا؟ من الهيدروجين. اذا شنو خصني انايا؟ هي بويسكو غير مشبعه. والقوة ديالها والفائدة ديالها هي انها غير مشبعة، بحال اوميغا 3، الاوميغا 6، الاوميغا 9، واخا. فشنو خصني نضيف لها انايا؟ خصني ندخلها للكيمياء وندخلها للتصنيع وندير واحد لافوا اللي ما كايناش في الطبيعة، كتسمى لافوا ترونس. شنو خصني نضيف لها باش تولي مشبعة؟ اون فاجوتي واحد العملية بسيطة، الهيدروجين. داكشي اش كتسمى ليدروجيناسيون، داكشي اش كتسمى الهدرجة. علاش هدرجة؟ لأن إضافة الهيدروجين. ملي كنضيفوا لها الهيدروجين في علم الكيمياء، حنا عندنا طلبة الكيمياء هادشي كيديروه بزاف في التجارب، ماشي باش تاكلها، باش تخدم بها في البيستولات ديال الطوموبيل، باش تصاوب بها الكروات، باش دير بها تحيد بها الصداع، باش دير بها هادي، باش تخدم بها البيسيكليت تصاوب بها داك السلسلة، ماشي باش تاكلها. خلاص هذا يعقل أنك هاد البنية هادي نحطوها حنايا في الوجبات ديالنا، هذا غير معقول تماما. خلاص فأسوأ استخدام للكيمياء هو هذايا. خرجنا واحد الماده سميناها المارغارين. شنو هي المارغارين؟ نعطيكم في التصنيع شنو هي المارغارين. المارغارين هي 10% ديال الدهون. ها هو دابا تقليل من قيمه المستهلك اولا. 10% ديال الدهون، داكشي الاخر ديالاش؟ ديال الماء. انت شاري الماء. ما شاريش دهون، شاري الماء. غتقول لي انت الماء والزيت، وي الماء والزيت دراري صغار كيقراو في الابتدائي كيعرفوهم ما كيتخلطوش، كيعرفوا بلي الماء والزيت ما كيتخلطش. شنو خصنا؟ خصنا ايمولسيفيون، مستحلب. بحال مثلا دابا في الحليب، في الحليب كاينه الدهون وكاينه الماء، لكن ملي كنخليوه يريب ونخدوه كتخرج لنا لافاز اتوز اللي هي اللبن، ولافاز غراس اللي هي الزبده. شكون اللي كان جامع بيناتهم؟ مستحلب ايمولسيفيون. شكي يدار في هاد المارغارين؟ زيت 10%، إلى وصلنا 15-20%. تصور أنتيا كتشري هاد المارغارين فيها وديالاش ديك الدهون، أنا غنجي نهضر عليها، زائد ماء، دونك كتشري تقريبا واحد 80% ديال الوزن ماء، وكتشري مستحلب كيميائي إيميلسيفيون شيميك. شنو كيعطينا؟ كيعطينا مارغارين. دونك كدار لهدرجة وكدار هادي في الصناعة. هذا تهور في علم الكيمياء. والتهور الاكبر هما الناس اللي كيقول لك انا كناخذو كنستعملو، راه غنجي نجاوب على بعض الامور ديال ان الناس اليوم ما عندهمش باش يشريو الزبده البلديه، الثمن غالي، كلشي، انا الثمن غالي على كلشي، ولكن الصحه غاليه اكثر من كلشي. ما يمكنش، مستحيل تقول لي انا غنشري ماده حيت باش ناخذها ما قادرش انا نشري بعض المواد، واش نشري انا مارغارين باش نصاوب بها حلويات؟ الحلويات هل هي من الاساسيات؟ ابدا.
الحلويات معمره كانت من الاساسيات. تقول لي تمره ولا قرقعاوي مي معمر الحلويات كانت من الاساسيات. فقلت انايا هو يعني عباره عن شراء، كتشري لا تكنيك، كتشري التقنيه. انت ملي كتشري المارغرين كتشري التقنيه. شنو هي التقنيه؟ خلط الزيت مع الماء مع المستحلب مع الميلشيفي صافي. شنو هذا الغذاء؟ هذا لا يوجد في الطبيعه والله. تمشيو تقلبوا غتلقاو لي زاسيلياترونس عند بعض الافاعي فقط، اما في الطبيعه هكا كناخذوهم ناكلوهم. غتلقى في الزيوت ديال السيارات، غتلقى في لاغريس باش كيخدموا به الناس في الميكانيك، غتلقى وي. اما في الاكل ما غتلقاش شي 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 ماده. نجيو لواحد الحاجه قبل ما نهضر على المخاطر، لا ما ندرغوش مش بالغربال، هذه حقيقه الناس خصهم يعرفوها. الناس اللي كيهضر لي كيشوف القنوات تقول لك لا نستعمل الزبده النباتيه، اصلا لا اخلاقيا ولا علميا ولا قانونيا من حقك تقول هذيك زبده نباتيه، هذه باش نكونوا واضحين فيها. واخا نجيو لواحد المساله قبل ما ندوزوا للمخاطر. كتلقى بعض الناس كيمشيو الله يجازيهم بخير، كل واحد كيقلب على لوبيان ناتس ديالو. الزيت ديال السياره كنسولو 10 الاسئله وكثره الاسئله، شنو الزيت هذه؟ شحال دير لي من كيلومتر؟ على شحال كتحرق؟ علاش كتهدي؟ وتولي المراقبه ديال الزيت كل مره بغى يسافر كل واخا مزيان، ولكن الزيت ديال المفاصل اللي كيتسينوفيال راقبتيه، الزيت ديال دماغك اللي كيخدم بداك الطبيعه الدهنيه اللي انت كتاكل راقبتيه، الزيت ديال الجسم ديالك اللي غتاكله تعطيه للجسد، الجسد هذا راه الجسد، واش راقبتيه؟ واش سولتي عليه؟ واش الا كيبقى الانسان ياخذ ناخذ نامبورت كوا ونقولوا حنا لا ما عندناش المارغرين باش يشريها الانسان. شنو غتصاوب بها؟ هادشي انا نهضر عليه. قلت انا غذاء لا يوجد في الطبيعه. نبداو بالخطوره. اول خطوره في علم الكيمياء هو ان المارغرين والزيوت المهدرجه فيها الاوميغا 6 اكثر من الاوميغا 3 بنسبه كبيره، وهذه قنبله غذائيه. أشاك فوا تلقاو شي مادة غذائية فيها الأوميغا 6 أكثر من الأوميغا 3، الدلتا 6 ديساتورايز كي تكونسوما وكتولي عندك الأوميغا 6 أكثر من الأوميغا 3، شنو هي النتائج؟ شنو هي؟ عيب ديال الأوميغا 6 أكثر. نتحدى شي واحد يجيب لي شي مارغرين فيها الأوميغا 3، لأن إلا بغى يضيف لك الأوميغا 3 غتقابلو المارغرين خصو يبيعها لك ب 100 درهم. مستحيل. لأن الأوميغا 3 باش يزيدها غالية. مستحيل يزيد. شنو كتكون الاوميغا 3؟ يعني الاوميغا 6 كتفوق الاوميغا 3 ب 50 مره. واش عرفتوا شنو هي تاخذ منتوج فيه الاوميغا 6 اكثر من الاوميغا 3 ب 50 مره وفوار بلوس؟ المشاكل كالاتي: اولا التاثير المباشر على الحيوانات المنويه عند الرجل، وهذا الشيء اللي كنعطيكم والله العظيم الا موثق وممكن ترجعوا له. النقطه الثانيه مشاكل بالجمله على الكيلي، مشاكل البويضات عند الانثى، تكيس المبيض هو عندنا في هذا العصر. السبيرموغرام كارثه، الرجال كيمشيو يديروا سبيرموغرام. السبيرموغرام شنو هو؟ هما تحاليل ديال الحيوانات المنويه باش كنعرفوها واش شحال العدد ديالها، واش عندها استيمي، واش فاتيكي، واش مشوهه. مي كتشوف السبيرموغرام عند بعض الشباب في عمره 20 عام كيقول لك الله كريم سبيرموغرام كارثه، ومن بعد كيقول لك وانا هذه شحال وانا كناخذ هذا المارغرين. لا ماشي شحال، من بعد الاستعمار. حيت الاستعمار اللي دخلها لنا، ما كناش كناخذوا حنا المجتمع ديالنا ما كانش كياخذ المارغرين قبل الاستعمار. المارغرين جات وهذا هو الهدف ديال الاستعمار، واخا؟ وبالتالي عندنا مشاكل الحيوانات المنويه عند الشاب. انت اللي كتقول انايا كان هذه وكناخذ انا وانا تبارك الله ما شاء الله، او سير شوف دير سبيرموغرام وغتشوف الكارثه الاولى. طب تكيس المبيض، اغلب البنيتات دابا عندهم تكيس المبيض من هاد المارغرين ومن هاد الزيوت المهدرجه. مشاكل في الكيلي، مشاكل في الدماغ. علاش؟ التركيبه ديال الدماغ اكبر نسبه تركيبه هي من الدهون، وبالتالي طبيعتك انت، طبيعه تفكيرك حسب طبيعه الاكل ديالك. كنتي كتاكل دهون جيده جسمك ودماغك، واش جسمك انت كتعطيه دهون مهدرجه وغيمشي هو؟ منين غيجيب هو الدهون الجيده؟ داكشي اللي كتاكل انت ما تاكل، طريقه تفكيرك من خلال ما تاكل، طريقه الهضره ديالك من خلال ما تاكل، طريقه الحياه ديالك من خلال ما تاكل، وصحتك شنو كتاكل. وبالتالي التركيبه الدهنيه اللي عندنا في الدماغ ما يمكنش تكون من شي حاجه من غير داكشي اللي كتاكل. اذا كنت كتاكل ما هو مهدرج، ما هو مارغرين، ما هو حلويات، اش غيوقع لك؟ مشاكل في الدماغ، مشاكل في الذاكره، بل واكثر لا سكليروز اون بلاك. شنو هي لا سكليروز اون بلاك؟ التصلب اللويحي اللي كيجي من تآكل طبقة ديال الميلين
لا غين دو ميلين اللي فوق الخلايا العصبيه اللي كتتحكم في لو سيستيم نيرفو فولونتير او لا الجهاز العصبي الارادي، كيتاكل بالحموضه كيتاكل بالانفلاماسيون. علاش؟ لان الاوميغا 6 اكثر من الاوميغا 3. على بالكم الاوميغا هاد الزيوت المهدرجه سبب وكتزيد مشكل التوحد، كتزيد مشكل تصور لي كريز ديبيليبسي. الا عطيتيهم هاد المواد حلويات فيها هاد الشيء هذا غيدير لك الكريز مره في النهار ومره جوج مرات في النهار، وهاد الشيء هذا كامل. اكثر من هكا المشاكل الهرمونيه، الناس كنهضروا دابا على الدهون والقلب والشرايين، ماشي الدهون ديال البيض البلدي، ماشي هما هاد الدهون هادو، مشاكل القلب والشرايين. علاش؟ لانك انت ملي خديتي المارغارين قاصحه وخديتيها مهدرجه اش غدير لك؟ هي اللي غتقصح لك الاوعيه الدمويه والطبقات الانتيمه، كيولي عندك تصلب الشرايين، كيولي عندك مشاكل في الخطور، لان الدم كيكون خاطر بزاف، ولي فاكتور دو كواغولاسيون. ها هي امراض القلب والشرايين كلها. واكثر من هكا ان هاد لي مارغارين، هاد الزيوت الترانس، هاد الزيوت المهدرجه تؤثر على الهوموسيستين. اما الناس معنا الهوموسيستين، الهوموسيستين هي السبب الرئيسي في ظهور امراض القلب والشرايين، امراض السكري، ها الاكسده. وهنا غادي نوقف على هذه النقطه. كلشي كيهضر على الكوليسترول، مشاكل الكوليسترول، راه الكوليسترول حياه، الكوليسترول به باش كنعيشوا. الكوليسترول راه من حيدنا الكوليسترول نتقلبوا على الفيتامين دي، الفيتامين دي راه كيتصاوب من الكوليسترول. ما يمكنش نضربوا الكوليسترول حنا تنقولوا الفيتامين دي راه كيتصاوب من الكوليسترول. يعني باش تصاوب لك الكوليسترول الجسم كيدير 37 مرحلة، الكبد بالخصوص. واش عرفتوا صناعة الكوليسترول في الجسم واش كتاخذ من الكبد؟ كتاخذ منه افور كبير واحد الطاقة، 37 عملية كيميائية باش الكبدة تصاوب لك غير الكوليسترول، لأن منه كيتصاوبوا الهرمونات الجنسية، جاي أنا وأنت والآخر والآخر، ومنه كيتصاوب الفيتامين دي، لأن كضرب أشعة في الخافيولي بي كتهرش لو سيكل، كيجي الفيتامين دي بان دي بروتيين كيهزو يدي الكبد، يدي الكبدة، تجي الباراتورمون تعطيك 1.25 دي إيدوكسي فيتامين دي، هامي جاي دون. المشكل اللي واقع هما هاد الدهون هادي، هاد الزيوت، هاد المقليات، هاد الامور اللي كنخرجوها بالهيكزان، هاد الامور اللي كنخرجوها، الزيوت اللي كتخرج بلي سولفون، الزيوت اللي ما كتخرجش بالضغط، الزيوت اللي كتضاف لها البي اش او البي اش تي دي زونتي اوكسيجين، هادو هما امراض القلب والشرايين. اكسده هاد الزيوت المهدرجه ولي مارغارين كتعطينا اكسده وردوا معايا البال، اكسده لو ريسبتور مستقبل الاش دي ال والال دي ال. إذا حنا ماشي عندنا ال ال دي ال كنسميوه الكوليسترول الخبيث، أبدا واش هو خبيث؟ ماشي لو بون كوليسترول اللي هو الاش دي ال كنقولوا الكوليسترول الجيد، لا. حنا ما عندنا الكوليسترول راه عنده، حنا عندنا علاقة بالحامل، ال ال دي ال هو حامل، هو الطاكسي ديال الكوليسترول، الاش دي ال هو الطاكسي ديال الكوليسترول، وبالتالي هاد الزيوت المهدرجة اللي هي القلي، اللي هي التحمار، اللي هي المارغارين، هي الحلويات اللي مصوبه من المارغارين اللي ولينا كنعرفوا نصوبوا الحلويات عاد الزبده والزيت والمحلي، هذه كارثه. هي اللي كتعطينا اكسده المستقبل. باش يعرفوا الناس شنو هي اكسده المستقبل في الاش دي ال والال دي ال كوليسترول، هو ملي كتكون انت عندك واحد اللوبه، عندك الساروت ديال الدار، هذاك الساروت هو لاجل الاش دي ال والال دي ال الحامل للكوليسترول، هذاك اللوبه هو المستقبل. يعني انت باش كتحل الدار ويكون عندك لاكسيل الدار باش تدخل لدارك، الكوليسترول هذا باش يدخل لدارو يدخل يدير خدمته في الخليه خصو مستقبل. اش كيجي؟ بحال الا جيتي انت وبغيتي تدخل الساروت ولقيتي الساروت ما خدامش، علاش؟ جا شي واحد بدل لك اللوبه، هاد الزيوت المهدرجه كتبدل هاد اللوبه، كتجي انت تحل دارك ما كتلقاش. الكوليسترول كيجي باش يدخل كيوقع لنا اوكسيداسيون ديال لي ريسبتور، وهنا كنقولوا لا كنلقاو الاش دي ال ال دي ال لو بون موفي، من هنا جات موفي، من هادشي هذا راه مشكل في المستقبل. واخا بالنسبه لي انا لا يعقل أن إنسان يفكر في الصحة ديالو وباقي كياخذ هاد الأمور هادي. ليدروجيناسيون الهدرجة هو بروسيسوس ديال ليدروجيناسيون اللي كيضاف واللي كتحول زيت نباتي. أنا بالنسبة للزيوت النباتية هي زيت الأرغان وزيت الزيتون، لأن هي الوحيدة اللي كتخرج بالضغط، الباقي كيخرج بلي سولفون. واخا بالنسبه لي انايا هاد 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 النقطه ديال 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 هاد لي مارغارين، بعض الناس لما هضرنا على الموضوع قالوا بعض النقط ونبغي نعقب عليها. اول حاجه الناس كيسولوا شنو هو البديل، الناس راه غيعرفوا باللي حنا في البديل، مي شنو هو الاصل وشنو كيسميوها؟ كيسميوها ماده دهنيه بنكهه الزبده، حيت ما يقدرش يسميها زبده، حيت ماشي زبده اصلا،
ولا وبعض الناس كيديروا بعض المقالات العلميه ما هو الفرق بين المارغرين والزبده. انت تقارن ما لا يقارن، انت كدير لا كومباريزون اونتر لان كومبارابل، بحال السماء مع الارض، افمن يخلق كمن لا يخلق، هذا خلق الله. باش نقولوا شنو البديل، رحنا في البديل، قول شنو هو الاصل، لان قبل ما يدخل المستعمر كان عندنا الزبده، والزبده كنا كندهنوها، ما كناش كنديروا لا نزيدوها في الحلويات. هل الحلويات هل هي اساسيات الناس؟ ونجي واحد المساله، السؤال المطروح هو الناس كيقول لك وغلاء الاسعار. نعم انا متفق معكم، انا براسي عارف ان الزبده شحال دايره الثمن، مما كنقولكش ناخذ الزبده البلديه، لا الا قدرتي تاخذها خذها. مي انا كنهضرك على المارغرين، ماشي ما تاخذش الزبده البلديه معناتها انك تمشي تعوضها بشي حاجه اخرى، لا. ما هذه النقطه اللي خص الناس يردوا لها البال. انا ما غنقولكش خذ الزبده البلديه، والناس كيلاحظوا اننا كنجي نبوا هذه الامور، علاش؟ لان عارفين الزبده البلديه شحال دايره دابا. ما انا ما كنقولكش خذ الزبده البلديه، كنقول لك رد بالك من هذوك الحلويات اللي انت كتصاوبهم بالمارغرين، لان المارغرين بحال الا جبتي واحد الماده بتروليه، بحال جبتي البترول وكتخدم به في الدار، راه نفس التركيبه والله العظيم، هي نفس التركيبه، ماده بتروليه كتخدم بها في الدار، جسمك ما كيعرفهاش. ما السؤال، احنا هل ناكل من اجل ان نتغدى او ناكل من اجل نشبع؟ حين كنتي كتاكلها باش تشبع سيزيد جوعك. والحلويات بالنسبه لي انا هي من الكماليات، ليست من الاساسيات. عافاكم تخلوا على النفايات الغذائيه، وسمحوا لي على هذا المصطلح واستسمح وشرف الله وقدر الجميع. كنقصد بالنفايات ماشي اللي محطوطه في البوبال، لا، كاينين النفايات محطوطه فوق الطبله. وشحال ديال الناس عندهم الطبله ديالهم نفايات محطوطه، لان شنو تعريف النفايات؟ النفايات هي مخلفات غير قابله للاستهلاك، اللي غنحطوها في ذاك البوبيل والله يحسن عوان ذاك البكتيريات وذاك الذباب وذاك الديدان اللي غياكلوا ذاك الشيء. فما بالك حتى كانسان، الله يجازيكم بخير، حنا هذا الشيء كنقولوه من اجل الصحه العامه. انا ماشي كنقول لك خذ زبده، ما قاديش، نعم ما قاديش تشري الزبده ثمن غالي، نعم، ولكن ماشي ناخذ هذا لي مارغرين، ماشي ناخذ هذه الامور هذه، لان بعض الناس كيقول لك لا هذه كاين اشياء. حنا دابا مشكلتنا مع الاستهلاك اننا عندنا كماليات وخلينا الاساسيات، وتمي كنجيو الاساسيات كنستهلكوا اكثر من الحاجيات. اذا هي لعبه اساسيات كماليات حاجيات، مي غنضبطوا هذه الاساسيات والكماليات والحاجيات غنكونوا على الاقل. هنا انا كنهضر معكم من جانب الاقتصادي، يعني عندي اصدقاء وعندنا طلبه اللي كيشتغلوا في الجانب الاقتصادي، وهذا الشيء اللي كنهضر معكم انا راه بارقام. وبالتالي ضبط مثلث كماليات الاساسيات الحاجيات، كتولي انت كتحيد الكماليات وكتخلي الاساسيات، ومي كتخلي الاساسيات كدوز للنيفو 2، هو انك من الاساسيات كتاخذ غير الحاجيات. من الناس حنايا ناس كتاخذوا، يعني كناخذوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فهادشي اش كنقول انا، استهلاك بعض النفايات الغذائيه، واستسمح للمصطلح مره اخرى، هو تقليل من قيمه الجسم البشري الرائع وعدم احترام القوانين الفيزيولوجيه. اللهم اني بلغت، اللهم فرشد. مرحبا ومشكور جزيل الشكر استاذي لله يخطيك، واكيد انه هذه معلومات مهمه الانسان يعرفها ونعرف راسنا شنو كناكلو، لان الماكله هي الصحه والماكله هي قله الصحه. بزاف ديال المشاكل الصحيه اليوم وين كنتكلموا عليها في حياتنا اليوميه، يعني الواحد الا ما ردش البال، ما وقاش راسو، النتائج للاسف من بعد كتكون صعيبه وخايبه بزاف. حنا اكيد مازالين معك استاذين، توقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا معنا اسئله المستمعين، خليكم معنا.